حقيقي في هذه الساعة المباركة وفي هذه اللحظات وفي هذه المدينة المباركة مدينة العروبة، القلب النابض للعروبة، مدينة جهاد معروفة، مصر وتاريخها معروف وغنية على الشرح. فما نشكر الحقيقة أنا راني بنشكر الحكومة المصرية وعلى رأسها الرئيس السيسي الحقيقي على مواقفة ودعمة للشقاه الليبيين، هذه هي موقفة. ونشكر الشعب المصري بجميع أطيافه، جيشه وأمنه وشرطة وجميع ما يذكر في الحكومة المصرية. فأنا بنقول كلمتين بس، نحن كلفنا الشيخ صالح والشيخ شريف الكلام اللي قاله ما فيش تكرار له، نحن هذين موكلينهم ومتفقين عليهم أن الكلام اللي بيقولوه غير ضياع للوقت، نحن واحتراما وتقديرا لكم. الشعب الليبي واحد، كلمة واحدة، وما فيش داعي لتكرار الكلام. ونشكرك سيادة الرئيس وبارك الله فيك وسامحنا بتعبك وموقفك معروفة، وشكرا لكم وبارك الله فيكم، ونشكركم على حسن الضيافة وكرم الاستقبال وكل شيء.